بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ដល់ ហាឌីស ទី 146 នៅ ក្នុង បាប បាប មុន បាប អល-អ៊ីកទីសាដ ហ្វី តោអះ ចឹង យើង តោ នៅ ក្នុង បាប នេះ ទៀត. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساجدتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقرد. رواه البخاري ومسلم. حديث نيكو أتنير بهوية ركو كلام سارة بهوية كدوجة حديث دلن لك لان كابي لك منجم نبي صلى الله عليه وسلم براب جيون او جيون تفو عمال إبادات بيلا جيون مين سكام كم او جيون تفو هو ركو كم او جيون تفو لك بي اوي دل جيون مين لتب هيب نا اوي دل جيون دل چرول هو حد كو نبي صلى الله عليه وسلم قد حام خط وين تي جن حديث نيكو دوجة حديث بي مون منجم مطا مدون نيكي تنغو ربح پير جي ربح قوات رضي الله عنها إن شاء الله لأن لك مؤنا تاي في رجير باقات موينا دل تفو بايبني هاي نبي جي سوامي بان خوات من اوي في رجير باقات تفو جنو تي. أمبي أنس بن مالك رضي الله عنه بان بوتها دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. صحابات من يأشمو أنس قد بان دي جيتها نبي جول تكنا مسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين سرابتك لوك بان كوين كساي موي چون روين سسو تنك بي مينة تا كساي نن يو تا چون تسو خانا هاي چون تسو خانا لابن نبي كوين پلاي انجن نبي كو قد سو بيبان تنن كساي نن نبي كو تا ما هذا با حبل تا كساي نن جي كساي وي چون نم باي وي كساي نن قالوا هذا حبل لزينب بوكي بان شلاي براب النبي صلى الله عليه وسلم وين ثا يا رسول الله نيه كي جي خساي របស់ مي زينب وزينب نن جي فيرجي របស់ كوات زينب بنت جحش رضي الله عنها ببر النبي صلى الله عليه وسلم مين فيرجي چراون رهوت ដល់ 11 នាក់ ها أجل لن سمع باو بون كو جوان تيني لن بي لن لك شمو پير جير بو نبي صلى الله عليه وسلم موك بان حاج پير جران جنگ دن تاي مي عائشة رضي الله عنها ركا مي خديجة رضي الله عنها تبان نن اي تاي پير جير بو قد سين تيت پير جران كو جنگ اتان بان دن تي جنگ لن سوم لك جوك شمو پير جير بو قد تن احنا موك بان حاج چون نبي ني تي موي شمو مي خديجة بنتي خويلت تي بي مي سودة بنتي زمع تي بي مي عائشة بنت أبي بكر الصديق تي بون مي حفصة بنت عمر تي برام مي زينب بنت خزيمة تي براموي مي أم سلمة شمور باقر كو هندون بنت أبي أمية تي برامبل أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تي بمبي مي جويرية بنت الحارس تي بمبون مي ميمونة بنت الحارس تي دام مي صفية بنت حجي تدب موي مي زينب بنت جحش يعني چن مي زينب بنت جحش چي پير جير با نبي صلى الله عليه وسلم نه قد بان چون كسائي نه خنن چن لا سا تنگ بي وقد چون مين مول حيات با قد ارى پير كي سوى نبي انچن نبي سوى انچن كي پرام تا كسائي نن چي كسائي ربا مي زينب رضي الله عنها فإذا فطرت تعلقت بي مين اتا پير نا دا قد سمبح يانگ سونات قد اوه قم لانغ قد من مين قم لانغ تو تم مكتي قد تاوان كساي نيان دم بي تو تم مكتي مين اي تحان بينا دا قد سمبح يانغ چراون دوان چراون لو چراون سا قد اوه قم لانغ قد روي چون قد من مين قم لانغ نن چو تي تي قد تاوان كساي نيان دم بي پرنغ لانغ چو سمبح يانغ تو تي تي وي هوا بي اوه دا قد مين هوا بي لا تبهيب ربا قد نبي صلى الله عليه وسلم عد آن ايان اي تور جنگ تي نا خلق حديث مون نا هام من اوي ثوى اوي دل هو بي لتبهيب دل كلون اي ثوى بان ننتي اجان كي براب قوات اي كي براب نبي صلى الله عليه وسلم جا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلو نبي تان چه چو بوني اسرائي بي چنتو
ليصلي أحدكم نشاطه أو إنه نا من يأكلون جمعة بوا نن صلاة دركا سبحان يعني بيك كلون مين سكام بيك كلون مين كملان كلون جان جيتها مين كملان بامون آج نن ثوب بان ثوب تاو بروم أي زينب بنت جحش رضي الله عنها جبير جرب النبي كتب إن جان كل سبحان يعني سنة كتب سبحان يعني سنة تي بيبرو سبحان يعني سنة ني آج نن ثوب بان نكرم مسيح تيان براه نن ستري ក៏ពិតមែនលោកផ្ទះល្អជាងនៅមស្ជិតសម្រាប់ស្ត្រីភេទតែបើចំពោះបរិភេទគឺគាត់សម្បាយ៉ាងនៅឯមស្ជិតហើយបើស្ត្រីភេទគឺគាត់សម្បាយ៉ាងនៅឯផ្ទះរបស់គាត់ណាល្អជាងល្អជាងនៅមស្ជិតប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាហាមមិនអោយទៅមស្ជិតអត់ទេអាចទៅមស្ជិតបានដរាបណាមិនមានប្រការណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមគាត់មិនលៀបគ្រឿងក្រអូបមិនលៀបម្សៅមិនលៀបអ្វីផ្សេងៗដែលច្បាប់ហាមគាត់ណាយ៉ាគាត់អាចទៅសម្បាយ៉ាង
سمبحيان شراون مين تين سمبحيان مسلام هاي تاي مسلام تيت مسلام هاي مسلام تيت كسمبحيان رهو رهو دل قط آخم لان مين تين رهو دل قط من آج نن مين لتبهيب تاو تموك تي تي قط تاو ساي دل قط دل قط چوغ نن دام بي توب خلون ربا قط سمبحيان تاو تي تيت نن مي زينب بنت يحيى رضي الله عنها جي بير يير ربا نبي صلى الله عليه وسلم فانتا الله تعالى من دب تمون ملو جيون تي لن تلاب لك يا قرآن نا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جنغ النبي صلى الله عليه وسلم براب او سرائي كسائي دن جن فإذا فاتر فاليركد بيرنا دا قد آخم لان نا او قد جول كين تاو ني نبي صلى الله عليه وسلم جنغ بيرنا تا بيرنا دا قد سمباح يان تاو ويا آخم لان وي نوي دي خلان جنغ قد آج آج سمباح يان او سلام ແລະឲ្យສະຫຼາມໃຫ້ກອດໂຈດເກງໂຕປົນນະບີກໍປາບນະນະໄຟດາຟາຕາຣາຟັນຍາຣະກຸດອັນຈັ່ງອໄວແດລນະບີສໍສາມກໍຫາມຄືກໍຫາມເຈິງມັນឲ្យເຈິງຖືເລືອກປີອໄວໄດ້ເຈິງໄດ້ເຈິງມີລັດຖະພິບນີ້ເຕເຈິງພວກອໍລາໄດ້ຕໍາມົນມາເລືອກເຈິງຕິໄດ້ລັນຢືນແມ່ນຈັ່ງອັນຈັ່ງຂະໜົງຫະດີສນີ້ບັງຫານຖ້າອໄວໄດ້ເຈິງອາດຖືບານຈະປະກາດສະນັດເຈິງຖືໂຕນະເຈິງຖືໂຕເປດແລະເຈິງມີ
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.